انت منين جبت اللبسة؟ والله اللبسة كان محل اسطورية. وريني انت رقم ثلاثة. نايس. اصلا هاي اللبسة انا كنت البسها في التقييم. والله عندي يا يمكن في يا الحساب هذاك يا حساب ابو عنتر. يا الله مين عم يلعب شوت جان؟ سلمني على رقم اثنين. جايين شو داقن ما جاي شو داقن والله طلعن كله نايس نايس طلع والله العظيم أسطورية. تيم كله عندي تنخر ابعد. هذا جيجا نايس. يا اخي شبهني يا زلمة انا مسكر صوتكم يو عمك يا زلمة شبهني سامعك يا زلمة انت صعب يحكوا لك ولا جيم يا زلمة بيحكوا لك جيم ويا الله علامة يا زلمة سمعني طب ما بسألك يا وائل ليش ما عم ترد لعمة شو بابي بس عم يصل الساعة بس ما بفهم عليه شو بحكي. اقول لك سمعني وين ما بفهم يا اخي بحكي عم بحكي بالصيني يا تعلم بس مرتين شي طوي حبيبي على السوا هات يا اخي هات بي 90 يا اخي كلها كان برابط كلها بلعب بي 90 هات مت بي 90 تعال حرامكم بس تطويتين هذا حرام يجي مرة ثانية عندي والله العظيم تعال جاي جاي طوى يا وايل بعرف بعرف على فترة ما هذاك عم يجيب لي هذا يجيب لي طوى ما بيعرف ايش لون بس تطويتين عم تشوفها جاك مش هداجن؟ زلمة حشرني يا زلمة مش شاب من دخول تيا كيف انا في حد بلك نية يا زلمة في حد دخول تيا ما قدرت تتحرك كيف من ابن المدام بيعب شدقة يا اخي ما بنتغل درع 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 بالحرام هاد والله واحد واحد اكل دهد وما مات مين هاد؟ هديتين 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 غريب أقد أول ما صدق من أكل صوص فوت يطلع يا الله على البي 90 يا اخي بي 90 ما مستحيل تواجه 11 كيلو 11 اسيست وات ذا والله ما اشيله انا عندي فدا اشيله لانه لعب اولاد انا شو شالك شالك طوى لا شالي استاه لازم تموت يا بيمسكوا بس بيمسكوا مطرح بيجوا جوا بقوي سنايبر اضرب من كذي ما فيه اضرب من كذي ما فيه ما فيه نايس كلها انت حيش كان فتح سكوب بني عين كان يكتب سكوب بني عين مقفله بالعرض وما بيطلع لازم تحس ايش هذا اذا مش بموت
متنا دمي فل. ها اطلع لا تخلص خلص يا اخي لقينا واحد نيد 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 كذا شو اشيله بالنيد ترى لحق اسمح حالي يا اخي